يقول السائل: هل يستفاد من هذا الحديث إثبات صفة الشم لله؟ الله يهديكم، ما نثبت شيء إلا ما أثبته الله أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث ذكر الشم لله عز وجل، ما ورد في الحديث ذكر الشم حتى نثبته لله عز وجل. فلا تتكلفوا هذا التكلف، اقرأوا الحديث كما جاء وروه كما جاء، ولا تثبتوا شيئا لله لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله. الله ما ذكر الشم ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الشم لله عز وجل، فلماذا نتكلف هذا التكلف؟